محمد، ما هذا الذي فعلته على الإنستغرام؟ ماذا فعلت؟ لماذا أبدو في موقع المخطئ دائماً؟ لأنك بالفعل أخطأت. كيف تنشر صورك مع أصدقائك في المطعم وتذكر أنك تحتفل بعيد ميلادك؟ وماذا في ذلك؟ هذا ليس أمراً معيباً. ليس معيباً، لكنه خطير. الآن كل من يستطيع رؤية صورك على الإنستغرام أصبح يعرف تاريخ ميلادك، وبذلك أعطيت معلومة سهلة لمن يفكر باختراق بياناتك. يا إلهي، لم أفكر بذلك. عليك الانتباه أكثر يا محمد، فليس كل شيء قابلاً للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أرجو أن تعطوني فكرة عن كيفية تصفح الشبكات الاجتماعية بأمان لكي لا أعرض بياناتي للخطر. حسناً يا محمد، عليك ألا تشارك أي معلومات خاصة مثل الرقم الشخصي أو تاريخ ومكان الميلاد، وعليك أن تضبط إعدادات الخصوصية وتتحقق من هوية الأشخاص الذين تتواصل معهم أو يمكنهم رؤية المحتوى الذي تقوم بنشره. وعليك الانتباه من مشاركة تفاصيل حياتك الشخصية والحذر عند القيام بوضع التعليقات أو نشر الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب استخدام كلمات مرور قوية. عليك أيضاً معرفة كيفية منع المتنمرين، وخذ الحذر من عدد الصداقات الزائدة لأنك لا تستطيع الوثوق بالجميع. وتذكر يا محمد، ما تتم مشاركته عبر الإنترنت يبقى على الإنترنت. حسناً، سأكون حذراً قدر الإمكان وسأبدأ بحذف صورتي مع أصدقائي. أحسنت يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا اليوم أن علينا الحذر أثناء تصفح الشبكات الاجتماعية. علينا ألا نشارك أي معلومات خاصة مثل الرقم الشخصي أو تاريخ ومكان الميلاد. علينا أن نضبط إعدادات الخصوصية وأن نتحقق من هوية الأشخاص الذين نتواصل معهم أو يمكنهم رؤية المحتوى الذي نقوم بمشاركته. كما علينا الانتباه من مشاركة تفاصيل حياتنا الشخصية والحذر عند القيام بوضع التعليقات ونشر الصور ومقاطع الفيديو. علينا استخدام كلمات مرور قوية ومعرفة كيفية منع المتنمرين وأخذ الحذر من عدد الصداقات الزائدة. كونوا حذرين وابقوا في أمان. إلى اللقاء.